ويلتحق بنا المخرج الجزائري الكبير رشيد بن حاج بعد الفاصل وركن ضيف الصباح. إذن يلتحق بنا ويشرف البرنامج المخرج الكبير رشيد بن حاج. أهلا، صباح الخير، صباح مبارك. الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله، نورتنا، نورت البلاد. الله يعيشكم، وانت تاني كاكي نورتينا. شكرا. عندما نتكلم على مسيرتك هي حافلة ما شاء الله، منذ 79 التحقت بتلفزيون الجزائري، أعمال متنوعة، شاركت حتى في معارض للرسم دولية، أيضا أعمالك افتكت حتى تتويجات دولية عالمية في مهرجان كان، في عمل مطارس، أيضا في هولندا أيضا، والآن عمل رائع ثوري يخدم الجزائر. حدثنا قبل ما نتكلم على التكريم، أكيد ونهنئك على التكريم المستحق، حدثنا على العمل، عمل محمد بلوزداد. يعني كما يقولوا شرفني بزاف أنا ندير فيلم على محمد بلوزداد. هي في البداية ما كنتش نعرفه، ومن بعد بديت عليه هو عظيم كبير، والحاجة اللي عجبتني فيه هو جون 22 سنة كان عنده المستوى تاع الباك في 45، ماشي كاع الجزائريين اللي كانوا، كان يخدم في قصر الحكومة مع الفرنسيين وكذا، وكان عنده حلم كبير. الحلم ديالو يعني يخرجوا فرنسا كما يقولوا بالفرنسوية سيتي لا ترويزيام بويسونس او موند، مع شبان واحد اخرين في عمرهم 21 22، شكون ايت احمد بن بلا بوضياف، كانوا كاع شبان صغار ودخلوا في هذاك الحلم، ولا اليوم رانا متحر، يعني هما اللي جابوا لنا هذاك الاستقلال. اكيد الاعمال الثوريه مهمه جدا للترسيخ وللتدوين التاريخي في الجزائر، وحتى صناعه الاعمال الثوريه عندها خصوصيه، مسؤوليه، وربما صعب نوعا ما، هل توافقني الراي؟ طبعا، يعني كي تكلمي بالتاريخ كاين بزاف حوايج اللي ما تقدريش تغيريهم، وحنا كمخرجين كي نستعملوا لا فيكسيون كما يقولون الخيال. نعم، بصح الخيال هذاك لازم تدخليه في الاخر تاع التاريخ. نعم، كيما مثلا تبدا تحوسي كيفاش عاش هذا محمد بلوزداد، تروحي لبلوزداد ما كاين والو، يعني الدار وين سكن فيها ما كاش، خاوتو ماتوا، اصدقائه ماتوا، تبداي تدخلي في الحياه تاعو وتبداي تعبري من من من، ومن بعد يعني كيما يقولوا تكوني هذاك. نعم، الحاجه اللي صحيح هو عمل مميز جدا لمناضل كبير قدم الكثير للثوره الجزائريه، طبعا محمد بلوزداد رحمه الله، والمخرج هو المايسترو، هو اللي عنده العصا السحريه، هو اللي ربما يقف على العمل، هو اللي يشوف الشخصيات، عنده نظره عليهم، والعمل العمل طبعا العمل محمد بلوزداد فيه كان فيه حتى وجوه جديده كنت اخترتهم، كيفاش شفت فيهم الموهبه والادوار؟ يعني اولا البطل اللي يلعب محمد بلوزداد حبيت نصيب ممثل، يعني حتى ما يكونش ممثل معروف يشبه له. نعم، يعني الشخصيه انا شفنا مقبلات ومن بعد بديت نخير بالنسبه للاصدقاء اللي كانوا معاه، ما هو الممثل اللي يقدر يقرب له وكذا. ومن بعد تعرفي كمخرج تدخلي في القصه، وليت انا بلوزداد نرقد ونوض بها، حتى المخرج يدخل في الشخصيه، يدخل في الشخصيه. وليت شغل نقول لهم نو انا ما نديرش هذه الحاجه، يعني كلي انا هو وليت بلوزداد نقول لهم نو ما يديرش هذه الحاجه، يدير هذه ومنها كان يفكر هكذا. يعني نعم، يعني شغل يسكنك. صحيح. كواليس التصوير حكينا هكذا من بعض كواليس التصوير، كيفاش كان مده التصوير وبعض تفاصيل ربما جهلوها. يعني بالنسبه لقطات تاع التصوير، الحاجه الصعيبه هي لي مانيفيستاسيون تاع اول مي اللي درناها في باب عزون، والمشكل كي تمسي الافلام التاريخيه تبدا تصوري كاين البارابول كاين لاكليم وكذا منها، تحضر ظاهر يعني صح طبعا، يعني هذا الحوايج اللي لازم من بعد كي توصلي تقنيني تقنيني تنحيهم. يعني بلي زيفي سبيسيو وكلش، هذا هو هي كي تشوفي كي ديري فيلم تاريخي لازم لي ستوديو تبني. نعم، خاطر كل ما كان شارع مكلف. نعم، كل ما كان شارع ولا اي حاجه تاع اليوم، يعني هم زادوا بناو هذه، هم داروا هذه،
على بها لي ستوديو نورمالمون كيما هاد الافلام اللي راحين نديروا والاخر لازم ميزانيه. ميزانيه تبني وتعطي لهم قيمه. شحال دام مده التصوير؟ ما خمس سمانات ماشي بزاف. تنقلتوا في عده ولايات. صورنا هنا الجزائر العاصمه ورحنا المليانه درنا المستشفى وين مسكين يموت. هو يموت في فرنسا. نعم. في عمره 28 ويموت بلا توبيركولوز. ومن بعد مشينا لقسنطينه. وعلاش؟ كان يرحينا كان بعثوه باش يناضل تما باش يكون في 27 سنه. نعم. قسنطينه يعني مدينه جميله شابه وكلش. وفي الفيلم تشوفوا هذاك الجمال. طبعا مدينه الجسور المعلقه. مدينه العلم والعلماء صح. وحنا بلادنا وجزائرنا متنوعه وعندنا سحر الطبيعه خلاب ما شاء الله يعني. هذا من بين الامور اللي نفخروا بها احنا كجزائريين. اظهرت هذا الجمال في الشاشه اكيد. انا اكيده نعم. طبعا وحتى كي يشوفوا الافلام ديالنا يعني الاجنبيين. نعم. يقولوا لي انت عندكم بلاد غير مديوره للسينما لازم ديروا بزاف افلام. نعم. ماشي غير الصحراء مي في كل مكان. تنوع اكيد. تكريماتك في الخارج اكيد في كان وايضا في هولندا وش كان يعني لك التكريم؟ اكيد انه هي مسؤوليه لانه النجاح ربما عنده مجهود ولكن الاستمرار في النجاح هو شيء صعب نوعا ما. الان ربما تفكر انه تستمر على نفس الوتيره. هي تكريم واش مليح يعني المخرج تمد له يقدر يخدم. نعم. يعني وقتاش ديسمبر مدوا لي احسن مخرج في اسمه البحر المتوسط يعني بالنسبه لليونانيين ايطاليين مدوها الجزائر يعني حاجه كبيره. وهذوك الحوايج يعني تولي معروف. نعم. كي تروح تحط النص والاخر باش فيلم يعطوك دراهم يقول لك هذا الانسان عنده حيكون نتيجه ايجابيه يعني إيجابية. عنده نتيجه وقيمه ثانيك. خديت مثلا مطارس مدوا لي واسمه كا امباسادور دومانيتي يعني وليت شغل انا فخر شغل انا هو اللي نمثل الجزائر في كل العالم. اكيد سعداء بهذا. احنا ايضا انتم اللي ترفعوا لنا علم الجزائر بانجازاتكم واحنا سعداء بيكم سعداء بيك كمخرج من بين المخرجين الكبار في الجزائر. وحتى التكريم شفنا الان التكريم طبعا نهنئك وهذا شيء مستحق وان شاء الله دائما نجاحات والتكريمات. كلمه ختاميه واش تقولنا؟ شكرا عرضتوني. احنا سعداء احنا نشكرك بحضورك في هذه الصبيحه. لازم تجي نوض بكري باش نكون معكم. نعم نعم. انا وليد التلفازه ويعني نعم. نحب التلفازه وان شاء الله تشوفوا الفيلم. نعم. بالوزداد ونعاود ونهضروا. متى يكون العرض؟ ربما في ماي راهم هي تجي مليحه. اول ماي هو اللي يكون لا مانيفيستاسيون تاع اول ماي ربما. نعم ان شاء الله. فموعدكم مع العمل ان شاء الله عن قريب فكونوا متابعين. نتمنى يكون في اقبال من طرف الجزائريين. شكرا على الحضور. صحه فطورك ان شاء الله. ربما نتلاقاو في بلاطوهات اخرى علاش لا في المستقبل ونجاحات اخرى بحول الله. طبعا نجي نعاود نشوفكم. سعداء بك في كل وقت دار دارك. شكرا لك. شكرا كل التوفيق. صحه فطورك. شكرا.